هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا، ففيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون. ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه ممن قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا أنهم قد يلجؤون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة، ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون.